تعالوا نتخيل مع بعض جسمين كتلة كل منهما ام واحد وام اتنين. هنجد ان قبل التصادم هيتحرك الجسمين كل منهما في اتجاه الاخر بسرعة في واحد وفي اتنين على الترتيب. لحظة التصادم بقى قانون التالت لنيوتن اللي كان بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، اللي هيحصل الجسمين تصادموا، فالجسم الاول هيؤثر على التاني بقوة هنسميها اف واحد اتنين، والجسم التاني هيؤثر هو كمان على الاول بقوة، ولنفرض مثلا ان احنا هنسميها اف اتنين واحد. ومن هنا لو كان التغير في كمية الحركة الخطية للجسم الاول اللي هو مين؟ اللي هو بعد التصادم بقى ام واحد في في واحد شرطة، في واحد شرطة دي اللي هي مين؟ اللي هي سرعة الجسم بعد التصادم لانها تغيرت عن سرعته قبل التصادم. طب والكتلة؟ لا الكتلة ثابتة زي ما هي. يبقى اذا التغير في كمية حركة الخطية للجسم الاول هي ام واحد في شرطة واحد ناقص في واحد، حيث في واحد زي ما احنا قلنا دلوقتي سرعة الجسم الاول قبل التصادم، في واحد شرطة او في شرطة واحد سرعة الجسم الاول بعد التصادم، والتغير في كمية حركة الجسم الثاني هي نفس الكلام برضو زي مين؟ زي الاول، ام اتنين في في شرطة اتنين ناقص في اتنين، حيث في اتنين سرعة الجسم الثاني قبل التصادم، وفي شرطة اتنين هي سرعة الجسم الثاني بعد التصادم. طيب تعالى بقى كده نستنتج بقى الصيغة الرياضية بتاعتنا، بس تعالى قبل ده لك الموضوع ده ممكن يتم ازاي بالرسم البسيط بتاعنا كالآتي. بنقول احنا نتخيل مع بعض ادي جسمين، ادي الجسم الاول وادي الجسم الثاني. كده المرحلة الاولى بتاعتنا هي مين؟ هي قبل التصادم. هي مين؟ قبل التصادم. الجسم ده كتلته M2 والجسم ده كتلته M1. ادي M1 وادي M2، تمام؟ وكل منهما هيتحرك بسرعة، فهنسمي السرعة بتاعت دي V2 وهنسمي السرعة بتاعت الجسم الأولاني V1. احنا هنا دلوقتي في اللحظة الأولى مين؟ قبل التصادم. الجسمين اتجهوا ناحية بعض كل واحد بسرعته V1 و V2، وكل منهم له كتلته M1 و M2. إذا وصلنا للحظة التصادم واصطدم الجسمان معا. ادي الجسم الأول خبط أهو في الجسم الثاني. هما طبعا الجسمين كالآتي، هيبقى ادي M2 وادي M1. هنا كل واحد منهم هيعمل ايه بقى؟ هنا هيجي الموضوع بتاع القوة. لو احنا نفتكر يبقى هنا لحظة التصادم، المرحلة التانية هي لحظة التصادم، كل واحد فيهم هيأثر على التاني بقوة، فهتبص تلاقي ان الجسم الاول هيؤثر على التاني بقوة اللي احنا سميناها F1-2، والجسم الثاني هيؤثر هو كمان على الاول، ده حسب مين؟ حسب قانون نيوتن الثالث. برافو عليك، هيؤثر على الاول بقوه اف 2 1. ناتي بقى للمرحله الثالثه وهي لحظه ما بعد التصادم. ايه اللي حصل عندنا او ايه كانت النتيجه؟ ادي الجسم الاول ام 1 اتجه هنا بس بسرعة ايه بقى؟ بسرعة V1 شرطة، وهي مختلفة عن ال V1 اللي هو كان جاي بيها بيجري على الجسم الاولاني بسرعة V1 قبل التصادم، فهنا هيعود بقى بسرعة V1 شرطة، وهكذا الجسم الثاني اللي هو كتلته M2 برضو بعد التصادم هتبص تلاقيه ان هو بيجري او بيعود بسرعة V2 شرطة، ودي اللحظة الثالثة اللي هي بعد التصادم. لكن احنا عارفين طبعا القانون اللي هو بتاع بقاء كمية الحركة الخطية. اللي حصل عندنا هنا بنقول ان في المرحلة الثانية هنا كانت قوة اللي بيؤثر بيها الجسم الاول على الثاني اللي هي F2 واحد هي نفسها القوة اللي كان بيؤثر بيها مين؟ اللي كان بيؤثر بيها الجسم الثاني على الأول، تمام؟ تمام. وبناء عليه نقدر نقول الآتي، إن الدلتا بي ال، إن الدلتا بي ال واحد هي نفسها مين؟ هي نفسها الدلتا بي ال اتنين، الدلتا بي ال. ومن هنا نقدر بقى نستنتج إن الجسمين خلاص في المرحلة الثالثة بعد ما هيرتدوا بعد التصادم، نقدر نحسب بقى كمية التغير في كمية حركة كل من الجسمين. طيب تعالى كده نحسب، ادي التغير في كمية حركة الجسم الأول اللي هي دلتا بي ال واحد،
دلتا بي ال واحد هتساوي مين؟ هتساوي ام واحد زي ما احنا قلنا. في مين بقى؟ في في واحد شرطة ناقص في واحد، ودي الاولانية. طب وبالنسبة للجسم التاني هتبقى برضو كالآتي، دلتا بي ال تو هتساوي ام تو، برافو عليك، في في اتنين شرطة ناقص في تو. اذا احنا عندنا من القانون بيقول ان الاتنين بيساووا بعض، ان التغير في كمية حركة الجسمين، ومنها هنقدر نوصل لصيغة بتقول الآتي، ان ام واحد في واحد شرطة ناقص ام واحد في واحد هتساوي مين؟ هتساوي ام اتنين في اتنين شرطة ام اتنين في اتنين شرطة زائد ام اتنين في اتنين. ومنها هنقدر نوصل لصيغة عامة هي اللي بتعبر لنا عن قانون بقاء كمية الحركة الخطية. هذه الصيغة بتقول الآتي، بتقول ام واحد في واحد زائد ام تو في تو هتساوي ام واحد في واحد شرطة زائد ام اتنين في اتنين شرطة. ودي الصيغة العامة او الصيغة الرياضية اللي بنعبر بيها عن قانون بقاء كمية الحركة الخط. خلص الدرس النهاردة، لو عندك اي سؤال لا تتردد لحظة ان انت تراسلنا مع نفهم نتعلم ببساطة، والى اللقاء.